بالنسبة للسؤال بتاع أخونا، عاوز يدهن دهانات المنزل، عنده باب حديد مثلا أو باب شقة أو كلام من ده، بالدهانات بتاعة السيارات زي الإيبوكسي والحاجات دي ينفع بشكل عام؟ ينفع دهانات السيارات تنفع على الحوائط، وتنفع على الأخشاب، وتنفع على الأبواب الحديد ده بشكل عام، لكن مش معنى كده إن احنا نجيب كل حاجة نوظفها، لا، في الأصل كل حاجة وليها حاجة. ولكن انت عندك باب حديد مثلا عاوز تعمله، ينفع عادي انك تدهنه ايبوكسي برايمر بتاع السيارات من اقوى البرايمر، ولكن جوه الشقق او جوه البيوت او المنازل بيكون في برايمر خاص بيها، ما بيكونش عالي التكلفة زي الايبوكسي برايمر بتاع السيارات. ينفع ده اسمه ايه؟ اسمها دهانات داخلية، يعني مثلا انواع المعجون، البويات، ينفع على الشقق من جوه، تنفع بس هتبقى غالية. الفرق ما بينهم ان الحاجة بتاعت العربيات اقوى علشان خاطر تستحمل الامطار وتستحمل الحرارة وتستحمل الكلام ده، لكن تنفع الشقق تنفع عادي جدا مفيش مشاكل. ده يا سلام بقى لو انت مثلا عندك منشر بتاع الغسيل او سور يعني حديد في البلكونة او الكلام ده، ما الحاجات دي عرضة زي العربية. لو دهنتها الايبوكس برايمر بتاع السيارات افضل من البرايمر الاحمر اللي هو بيتباع عند الموانين، ده يكون احسن. ولكن البرايمر الاحمر اللي عند الموانين ده اللي ما باخدش مصلب، اللي هو الالوان كده، ده للشقق من جوه، وفي ناس بتدهن بيه السور الحديد او بتاع البلكونه وكلام من ده. ولكن هو ليه مش عرضه للحراره، مش عرضه للمطر، مش عرضه للشمس، فعلشان خاطر كده الحاجات دي. لكن دهانات السيارات اقوى طبعا وتنفع ان شاء الله، يعني ما فيش مشاكل. وفي بتوع اخشاب بيشتغلوا بالدهانات بتاعت السيارات، بيدهنوا الموبيليا والحاجات دي من دهانات ورنيش سيارات وكلام من عشان يبقى صلب اكتر، وايبوكسي سيارات وفيلر سيارات، مع ان ليه الفيلر اللي هو الوان كيت دوك بتاع الاخشاب يبقى زي الفل عليها، انما ناخد بقى البويات الاخشاب او بويات الحاجات دي نحطها على العربيات، اللي يحصل مش هتستحمل طبعا العوامل الخارجيه للشمس وده وده والحاجات دي. ده بشكل عام يعني. لكن قبل اي حاجه طبعا لازم تقرا الداتا شيت او النشره الفنيه للمنتج يعني. لكن ناس كتيره جدا او كل دلوقتي بطل يشتغل على الاخشاب بالدوكو، وبقى يشتغلوا بويات الفرن بتاعه السيارات والايبوكسي بتاع السيارات والبرايمرات بتاعه السيارات على المعادن يعني اقوى. اللي عنده اي اضافه اي استفسار يسيب لاخواته في التعليقات. ما تنسوناش في دعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.